بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من الساعه 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى طبعا داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. نص اول من حلقتنا بيبقى معانا مجموعه من الاخبار، والنهارده الحقيقه ما عندناش اخبار كثيره، ولكن يمكن انتوا زي ما حضراتكم عارفين انه احنا في الاوف سيزون واغلب الاخبار بتبقى متعلقه بمنتخبات مصر. النص الثاني من حلقتنا بيبقى فقره حواريه، النهارده عندنا حلقه خاصه باستضافه مستر احمدو مامادو رئيس الدوري الافريقي لكره السله البال او الباسكت بول افريكان ليج، واللي تم انشاؤه بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لكره السله في بافريكا والام بي اي افريكا او مكتب الام بي اي او فرع الام بي اي في افريقيا. وحضراتكم عارفين طبعا الام بي اي الافريقي او دوري لكره السله الامريكي هو مؤسسه كبيره وليها اذرع كثيره على مستوى العالم. يمكن بعد التعاون ما بين الاتحاد الافريقي لكره السله والام بي اي افريكا او فرعهم في افريقيا نتج عنه البال او الباسكت بول افريكان ليج، واللي شهد نسختين ماضيتين شارك فيهم الزمالك في نسختين. يمكن النسخه الثالثه هتكون ان شاء الله بمشاركه النادي الاهلي كبطل عن مصر. وزي ما حضراتكم عارفين هم بيبقوا 12 فريق في مجموعه النيل ومجموعه الساحل، وبعد كده بيصفوا على 8 فرق بيروحوا رواندا كيجالي يصفوا على او يلعبوا البلاي اوف، ويبقى في بعد كده او مجموعه الصحراء، انا اسف انا قلت مجموعه الساحل ولكن هي مجموعه الصحراء، وبعد كده بيتاهل 8 فرق يلعبوا البلاي اوف، والبلاي اوف بعد كده يتاهل او يوصل للنهائي، واللي بيكسب النهائي بيلعب بطوله العالم للانديه واللي اقيمت في مصر العام الماضي. هيكون في حلقتنا الكثير من الاسرار والتصورات من مستر احمدو، تابعونا هيبقى فيها الكثير ومزيد من المعلومات يعني مهم جدا جمهور النادي الاهلي يعرفها على البال او الباسكت بول افريكان ليج. خلينا نروح لاخبارنا وهنبتدي بدوري كره اليد للسيدات. عارفين طبعا دوري كره اليد للسيدات شهد هزه يمكن في نادي الاهلي السنه اللي فاتت، كان عندنا مجموعه من الاصابات، مجموعه من اهتزاز النتائج، ولكن الفريق بيستعد بشكل جيد والاهلي يلتقي سموحه بانطلاق دوري عمومي سيدات اليد. الفريق الاول لسيدات كره اليد بنادي الاهلي بقياده مديره الفني الكابتن محمد عادل زولا جاهز لانطلاق المرحله الاولى من دوري العمومي للسيدات موسم 22-23. الاهلي هيبدا مشواره في الدوري بمواجهه قويه قدام نادي سموحه يوم السبت اللي جاي على صاله نادي سموحه بالاسكندريه. المرحله دي من الدوري هيشارك فيها 19 نادي، هنلعب نظام دوري من دور واحد، كل فريق قصاد يعني كل فريق هيلاعب الثاني مباراه واحده، هيبقى عباره عن 19 جوله، لا 18 جوله طالما هم 19 فريق يبقى هم 18 جوله. الاهلي دعم صفوفه بثلاث صفقات وهم تؤى كامل، وشفنا صور الصفقات في يعني الصور السابقه، تؤى كامل ودينا هاني والتونسيه سعيده رجب لاعبه منتخب تونس اللي انضمت للفريق في الاستعداد. ان شاء الله كل التوفيق، يمكن ده اول دوري بنقول يا هادي ونستفتح به الموسم الجديد، يا رب ان شاء الله يكون موسم كله بطولات على النادي الاهلي وجماهيره. هنروح للخبر اللي بعد كده، منتخب ناشئ اليد يواجه رواندا ببطوله افريقيا. منتخبنا الوطني الناشئ كره اليد بقياده مديره الفني كابتن مجدي ابو المجد هيلعب او بيلعب النهارده مباراه مع منتخب رواندا في ثاني جولات المجموعه الثانيه من بطوله افريقيا، واللي بتتلعب في رواندا في الفتره من 30 اغسطس ولحد 7 سبتمبر اللي احنا فيه. منتخبنا او اللي جاي، منتخبنا كان كسب امبارح منتخب الجزائر بنتيجه 43-19، والمنتخب يلعب في الجوله الاخيره من المجموعه مع منتخب مدغشقر. منتخب يضم في صفوفه اربع لاعبين من النادي الاهلي، هم محمد صلاح، معاذ عزب، يوسف عبد الغني، بلال ابراهيم. وطبعا محتاج افكر حضراتكم ان منتخب الشباب بقياده كابتن صابر حسين استطاع انه يفوز ببطوله افريقيا منذ ايام على نفس الصاله بالمناسبه، وفوزنا على الجزائر 35-16 وكان فرق كبير جدا وكنا اشدنا باداء المنتخب. فاذا يبدو ان صاله رواندا كيجالي في رواندا يعني صلى وشاء حلو على المنتخبات المصريه، وش السعد دايما. وخلينا اقول لحضراتكم انه منتخبات اليد ما بنبقاش قلقان عليها سواء في الناشئين او في الشباب، بيبقوا ماشيين بشكل جيد، ولكن هو بيبقى مؤشر او انديكيشن لمستقبل كره اليد في مصر. زي ما انتم حضراتكم شايفين الشباب كسب وفارق كبير جدا في النهائي عن اشقائنا الجزائريين، ولكن منتخب الشباب ايضا ماشي، منتخب الناشئين ماشي بشكل جيد، فده بيديك مؤشر هل كره اليد في مصر هي الفتره الحاليه فقط وهو الجيل اللي موجود فقط، ولكن الاجيال القادمه هتمشي على خطى الفريق الكبير. طب ايه المعيار عندنا؟ المعيار هي البطولات الدوليه، فانت بتبتدي الاول بالاقليمي افريقيا بتشوف نفسك فين وهل انت يعني ماشي بشكل جيد بتتسيد افريقيا في المستوى الفني، وبعد كده بتروح على المستوى العالمي سواء كؤوس عالم، ولكن طبعا
كابتن مجدي ابو المجد مش محتاج نتكلم عنه، ده راجل يعني فاز بكأس العالم منذ عامين مع منتخب الشباب ايضا، او منتخب الشباب ولكن يعني مش محتاج اتكلم عنه. هو الان بيقود بلحمه جديده، ويعني بيقود اختبار جديد او زي ما بيقولوا تحدي جديد مع منتخبات مصر، وهو قادر ان شاء الله بالمواهب الفنيه. خليني اقول لكم دايما دايما ان المدربين او المديرين الفنيين المصريين في كره اليد لا يختلفوا او ما بيبعدوش كثيرا عن المديرين الفنيين الاجانب، ودي حاجه تشرفنا جدا ان كوادرنا مش بس كوادر لعيبه ولكن كوادر ايضا مدربين، وبنلاقي مدربيننا في كل حته، في دوري الخليج موجودين، وفي اكثر دول من الدول العربيه بيكون فيها كوادر مصريه من المدربين، ولكن الفرق ما بيكونش كبير خاصه في المراحل الصغيره الناشئين والناشئات وايضا الفريق الشباب. وعندنا خبر كمان جيد ان الناشئين والناشئات ماشيين بشكل جيد، وفي استعدادات بشكل كبير عشان يعني انشاء منتخب مصر للسيدات، ودي خلاص يعني وضع قائم وان شاء الله بيتم الاعداد ليه، وهيشاركوا في بطولة افريقيا القادمه، ودي خبر كتير استنيناه. وخساره احنا فاتنا كتير، منتخب السيدات اكيد هيكون زي الرجال، احنا جينات كره اليد يعني موجوده في مصر، ونقدر بشكل جيد التخطيط، ومن ساعه طبعا الكبير العظيم الكابتن حسن مصطفى مؤسس لهذه اللعبه في ثوبها الجديد في اواخر او بدايه التسعينات، حتى الان احنا الحمد لله ماشيين بشكل جيد جدا. فخساره ان احنا ما كانش عندنا فريق للسيدات، الان اصبح عندنا فريق للسيدات. هروح لمنتخب الطائره، منتخب مصر الاول لكره الطائره بيودع بطوله العالم بعد طبعا الخسائر اللي لقاها، وخرج من دوري المجموعات. منتخبنا الوطني الاول رجال لكرة الطائرة بقيادة المدير الفني حسن الحصري ودع منافسات بطولة العالم واللي بتتلعب في سلوفينيا وبولندا في الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر اللي جاي بإذن الرحمن. المنتخب كان ودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة قدام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2. منتخبنا للأسف خسر الثلاث ماتشات بعد خسارة هولندا 3-0، وبعد كده إيران 3-1، ووصولا بالأرجنتين 3-2. المنتخب كان بيضم بين صفوفه 14 لاعب ولاعبا 14 لاعبا هم مين؟ حسام يوسف، أحمد فتحي، محمد مصطفى لعبة، أحمد سعيد، أحمد ضياء، عبد الرحمن الحسيني، محمد عادل سلامة، محمد المهدي، محمد مجدي الجون، عبد الرحمن سعودي، محمد رضا، محمد رمضان، رضا هيكل، احمد قطب. ولكن طبعا احنا هنا محتاجين نقف وقفه صغيره كده، ونتمنى ان المسؤولين في اتحاد كره الطائره يعيد الامور الى نصابها مره اخرى. الكره الطائره في مصر بتمر بهزه، يمكن منتخب الشباب كان فاز ببطوله افريقيا منذ ايام، ولكن هذا ليس كافيا، لازم المنتخب الكبير يكون في الصوره بشكل افضل. نتمنى ان شاء الله العوده مره اخرى ل يعني تربع على عرش افريقيا، وفي نفس الوقت يبقى على الاقل نتأهل للدور اللي بعد كده في دوري المجموعات كالعاده، زي ما شفنا في جيل طبعا كابتن احمد صلاح وعبد الله عبد السلام والاجيال السابقه، كان دايما منتخب مصر بشكل كبير بيوصل للدور اللي بعد المجموعات. نتمنى اتحاد كره الطائره يعيد الامور الى نصابها، اعداد كويس، لازم يكون في اعداد كويس، المنتخب لم يحظى باعداد جيد بالمره، ولكن محتاجين، يمكن الظروف ما كانتش مواتيه، ولكن اللي جاي لازم يتم الاستعداد ليه بشكل كويس، لان مصر تستحق الكثير في الكره الطائره. نروح لخبرنا بعد ذلك، وهو التنس الارضي، ونجمتنا ميار شريف تودع بطوله امريكا المفتوحه مبكرا. ميار شريف لاعبه منتخبنا الوطني للتنس الارضي ونجمه النادي الاهلي، ودعت بطوله امريكا المفتوحه اخر بطولات الكبرى جراند سلام بعد خسارتها قدام بطلة أوكرانيا بنتيجة 2-0. طبعا دي صورة ميار شريف نجمتنا، وجات نتائج المجموعات كالتالي 7-6 6-4. زي ما حضراتكم شايفين كان في منافسة شرسة جدا خاصة في المجموعة الأولى، في ماتش استمر لمدة ساعة ونصف على مجموعتين، وده وقت طويل جدا جدا. ميار كانت فازت على بطلة أوكرانيا نفس اللعيبة بطلة أوكرانيا دي في الدور الأول من بطولة رولان جاروس، واللي اتلعبت في فرنسا قبل ما تنسحب من البطولة بسبب إصابتها بشرخ في القدم. بالتوفيق لميار فيما قادم، وان شاء الله ترجع لمستواها وتتقدم في التصنيف العالمي. دي كانت اخبارنا، خلينا اعزائي المشاهدين نفكركم بالفقره الحواريه اللي هتكون بعد الفاصل اللي هنقدمه لحضراتكم، ومستر احمدو مامادو رئيس الدوري كره السله الافريقي البال باسكتبول افريكان ليج، واللي هيكون ضيفنا بعد لحظات، وهنقدر نعرف منه المزيد، هل مجموعه النيل هتقام في مصر وفي صاله النادي الاهلي ولا لا؟ هل سنشهد زياده عدد الفرق ولا لا؟ ايه الام بي اكاديمي او اكاديميه الام بي؟ كل ده هيكون ليه اجابات مع مستر احمدو، ولكن بعد الفاصل. يا
نحن سعداء لأن نكون في مصر ويتم استضافة الحدث في مصر لأول مرة. مصر لديها تاريخ عريق في كرة السلة وجمهور ولاعبون يملأهم الشغف، وفي إفريقيا نحن نرغب في مد أنشطتنا هنا في القاهرة. مصر من الدول التي نرغب في بناء علاقات قوية معها، وفي بداية العام في شهر أبريل أقمنا دوري أبطال إفريقيا ومجموعة النيل، وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة لتقوية نظام كرة السلة في مصر. نحن سعداء لإقامة كرة سلة بلا حدود في مصر حتى نستمر في تقوية العلاقات المتنامية التي لدينا مع مصر. نحن سعداء للغاية. أحد العناصر الهامة الخاصة بكرة السلة بلا حدود أننا نأتي بخبرة الـ NBA من حيث المدربين واللاعبين للتفاعل مع المتواجدين في المعسكر لنساعدهم على تنمية مهاراتهم. وهذا العام نحن فخورون أن يكون لدينا 5 من المدربين الكبار، وهم أكبر عدد نأتي به، وأعتقد أن لدينا الكثير من اللاعبين هنا أيضا. إنه شيء عظيم، وأنا سعيد أن أعود مرة أخرى إلى القاهرة مع كرة سلة بلا حدود، وأنا سعيد أن أدرب هؤلاء اللاعبين الصغار عبر الأيام القليلة القادمة. ولم أتي إلى القاهرة منذ كنت في سن 15 عاما، ولكن أحب مصر ولدي ذكريات كثيرة هنا، وأنا سعيد أن أعود مرة أخرى. عندما كنت هنا في السابق كنت في الكلية الأمريكية بالقاهرة بالمعادي، وكنت ألعب مع فريق كرة السلة في المدرسة. كنا نلعب مع باقي الفرق مثل الزمالك والجزيرة والمعادي. لم يكن هناك صالة في جميع أنحاء البلاد، كنا نلعب في الخارج، ولكن أنا هنا الآن وهناك صالة رائعة وكرة السلة تقدمت بشكل ملحوظ. في الماضي لم يكن هناك الكثيرون الذين يلعبون كرة السلة، ولكن الآن اللعبة أصبحت أكثر شعبية. إنها فرصة عظيمة للاعبين الصغار، ليس فقط للتعلم والنمو، ولكن أيضا أن يتم تدريبهم، وهو مناخ تعليمي هائل للجميع للتعلم والتدريب وأن يكونوا جزءا من حدث خاص. أعتقد أنه من المهم أن تكون كرة السلة بلا حدود هنا. بالنسبة لاتحاد كرة السلة المحلي إنه مهم للغاية، ونحن نعرف كيف يعمل الاتحاد، وهي تجربة هامة وثرية لهم. وبالنسبة لي فإن لديهم مواهب هنا في إفريقيا، وهذا مهم للغاية بالنسبة لتنمية مهاراتهم ولكرة السلة الإفريقية. مع الـ NBA والاتحاد الإفريقي نحن نحاول أن نبني نظم ونرسي قواعد، وأهم عنصر في القاعدة هم الشباب. لهذا نحن يجب أن نعمل على تنمية قاعدة الشباب، ونحن نقارن النظام بالهرم، وعلى رأس الهرم الكبار، ويجب أن نعمل على دعم القاعدة. أريد أن أهنئ اتحاد كرة السلة وجمهورية مصر العربية على استضافة الحدث. هذه ليست المرة الأولى لنا هنا، ونحن هنا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونحن سعداء لإقامة كرة سلة بلا حدود. نحن نؤمن بأهمية الجيل المستقبلي من لاعبي كرة السلة في إفريقيا تحت 18 عاما، ونحن نريد أن نركز عليهم ونقوم بتعليمهم وتدريبهم، لأنه كما نقول الرياضة لها القدرة على تغيير العالم وتغيير المجتمع. هو السنة دي الحمد لله سنة مميزة في التنظيمات. استضافنا بطولة العالم للأندية في فبراير، وبعدين كان تنظيم الباسكتبول أفريكا ليج بطولة الأندية الأفريقية في شهر 4، وبعدين النهاردة BWB باسكتبول ويزاوت بوردرز. ده أول مرة يتعمل في شمال أفريقيا أو مصر. هو المعسكر باختصار بيضم أبرز المواهب الشابة في أفريقيا. احنا النهاردة بنتكلم حوالي 64 لاعب ولاعبة عندنا. الحمد لله 7 من مصر، 4 أولاد و3 بنات. 7 مميزين جدا، وفي غيرهم بس هو العدد للأسف يعني. المعسكر بيبقى 4 أيام تمرينات مع أهم المدربين. يمكن المدربين اللي موجودين النهاردة ما حصلتش قبل كده في تاريخ البي دبليو بي، ان 5 مدربين من الام بي اي، ابرزهم طبعا ستيف كير وبيلبس. ستيف كير مدرب جولدن ستيت ووريرز،
هو اتعلم في مصر على فكرة، فحب يجي موجود، فالولاد بيتمرنوا. والمهم ان العيون كلها بتراقبهم وتتابعهم، فبيتحطوا على الرادار يعني، الناس بتتابعهم وتشوف لو فيهم حد مميز. ولعيبه قبل كده كتير من المعسكر ده طلعت للان بي اي. انا شايف الايفنت يعني حلو قوي، وكمان المكان بتاع اتصالات حسن مصطفى مستضيفانا استضاف حلو جدا، وشايف يعني لسه هنتمرن اكتر مش عارف ايه، وكمان المدربين جايين من الان بي اي والمدربين واللعيبه، فدي طبعا خبره لينا، وكمان شرف كبير لمصر طبعا اللي يحصل الاستضافه ده في البي دبليو بي اللي هنا. طبعا لازم في الفتره اللي جايه احنا كجونيورز محتاجين ان احنا يعني ناخد اكتر اكسبيرينس ممكنه من الان بي اي بلايرز والكوتشز اللي موجودين، علشان هم جايين هنا عشان يفيدونا ويساعدونا، فاحنا لازم على قد ما نقدر ناخد اقصى حد ممكن من الاكسبيرينس. طبعا هي تجربه حلوه قوي ان انا ادخلها وانا سني اصغر منهم، وانا شايفه ان الصراحه الاورجنايزيشن حلو قوي، وبجد هم كل حاجه متظبطه، والايفنت حلو اكتر ما انا كنت متخيله، وانا صراحه عمري ما شاركت في حاجه كده، واكيد هي هتبقى تجربه حلوه وهطلع منها بفايده. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بمستر امادو رئيس الدوري الافريقي لكره السله البال، واللي مشرفنا في قناه النادي الاهلي واستوديو النادي الاهلي. مستر امادو، في البدايه برحب بحضرتك في استوديوهات قناه النادي الاهلي. ثانك يو فيري ماتش. اشكرك شكرا جزيلا. انا سعيد ان اكون في مصر. يعني في البدايه ابتدي بالتعاون اللي حصل ما بين الاتحاد الافريقي والان بي، وطبعا شفنا فيه يعني تعاون كبير السنوات اللي فاتت، ونتج عنه امور كثيره حصلت في كره السله الافريقيه. يعني نحب نسمع تعليق حضرتك على هذا التعاون. كانت هناك مسيرة طويلة من التعاون بيننا بين أفريقيا والان بي اي منذ 2003 عندما أطلقنا أنشطة معسكرات كرة السلة، وكان لدينا هدف واحد أن ننمي ونطور من كرة السلة وأن نخرج بمهارات ومواهب كبيرة في القارة، ونريد أن نبني نظام على مدى خطوات طويلة من خلال العمل مع الفيبا، وأن يكون لدينا برامج حتى نستطيع أن نرصد المواهب وندرب، وأيضا في مجال التحكيم. وبعد ذلك اليوم بعد عامين هناك أيضا أنشطة فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي، وهو تعاون كبير وربما أكبر نتاج لهذا التعاون. فيما يتعلق أيضا بالان بي اي، هناك أيضا علاقات وطيدة للان بي اي في أفريقيا. طيب يعني أكيد الباسكتبول أفريكان ليج أو البال ابتدت بفكرة، يعني إمتى ابتدت فكرة البال أو الباسكتبول أفريكان ليج، وإزاي بدأتوا التخطيط ليها، وفي أي عام بدأت هذه الفكرة؟ كما قلت هناك كان هذا على مدار سنوات طويلة، وكما قلت عندما افتتحنا مكتب الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ لم نقل دعونا نبدأ بإطلاق برنامج للمهارات، كنا نبني ذلك على مدار سنوات، كنا نقوم بزيارات في القارة، وعندما قمنا بالتخطيط هناك كانت هناك خطوات كثيرة كما قلت في البداية. بداية هذه العلاقة المثمرة بين الان بي اي وافريقيا، وهناك ايضا مع الكثير من الشخصيات هم الان سفراء لكرة السلة، والكثير من اللاعبين البارسين في جنوب السودان وسجيباكا، وايضا نجوم في كرة السلة ولاعبين كثيرين جاءوا الى الان بي اي وانضموا الى الان بي اي. ولكن في 2003 عندما قررنا إطلاق هذا البرنامج كانت بداية لنا أن نعمل على الأرض في أفريقيا، وأن نعطي فرص للشباب ليشاركوا في هذه اللعبة. قبل 2003
لم ربما يكن هذه الفرصة، كانت هناك زيارات في جنوب أفريقيا مع الرئيس مانديلا ومع مجموعة من لاعبين الـ NBA، وكانوا يتحدثون عن كيفية إمكانية استخدام هذه القوة، قوة NBA في كرة السلة، حتى نستطيع أن نبني علاقات وندرب لاعبين وأن نوطد ونقوي هذه العلاقة، وأن أيضا ننمي وندعم قيم الرياضة بشكل عام وأيضا كرة السلة، ورأينا الكثير من الاستعداد لدى الكثير من الأشخاص، ونرى الكثير من المواهب، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نعمل عليه إذا كان لدينا البنية التحتية المناسبة والمدربين المناسبين. لهذا يجب أن لا تتخطى العولمة القارة الأفريقية وتتجنبها. نريد أن نرضي جميع الأطراف وأن نملي كافة الفراغات، ونعرف أنه ربما هناك الكثير من الفرص المفقودة. لهذا قررنا أن نقيم هذا المكتب في 2010. ذهبنا إلى جوهانسبرغ، كنا نذهب إلى على أرض الواقع ونرصد كل الفرص، وأيضا جئنا إلى القاهرة وكنا نقيم الاتحادات ونساعد الاتحادات في القارة الأفريقية لنساعد في رصد المهارات، حتى نستمر في دعم هذه اللعبة في القارة الأفريقية، ودعمنا أكاديمية الـ NBA وحتى نعطي الفرص للمواهب الصغيرة. لهذا الاتحاد الأفريقي لكرة السلة جاء بعد أن أقمنا المكتب في جنوب أفريقيا، وكان هذا الوقت المناسب بعد أن قمنا بالخطوات الأولى، فكانت هذه الخطوة المنطقية التالية، واللاعبين لن يستطيعوا أن يكون لديهم الفرصة في القارة ومتابعة هذه المواهب، وهذا يأتي دور الاتحاد الأفريقي. لهذا يمكن القول أن هذا عمل أو نتاج عمل على مدار السنوات، حتى نستطيع أن نرصد الوقت المناسب. في 2018 عندما استضفنا المباريات الأفريقية الأخيرة في جنوب أفريقيا، وأيضا فيما بعد باتري باولمان الذي وأيضا بيلي وهو المدير التنفيذي لفيبا، وأيضا الكثير من الشخصيات في الاتحاد، جلسنا جميعا حتى نرصد كيف يمكن أن ننمي ونطور من اللعبة في أفريقيا، وأن نقيم ونطلق اتحاد قوي في أفريقيا، وأن يكون منصة لعرض كل المواهب التي لدينا في القارة. والإعلان في 2019 في فبراير 2019 في حضور الكثير من أساطير اللعبة مايكل جوردن وغيرهم، ونحن الآن هنا اليوم. جيد جدا أنه يبقى الـ NBA أفريكا أو يعني المسؤولين في الـ NBA بيفكروا في ارضاء كل يعني كل الاذواق او كل الاتجاهات، ان هو بيكتشف المواهب الناشئه، وفي نفس الوقت بيأسس لدوري جيد زي الباسكتبول افريكا ليج او كره السله او دوري الافريقي لكره السله في مصر برضو ده، او مش في مصر، في افريقيا، عشان يرضي برضو اللي بيحتاج يتفرج على كره السله على ليفل عالي، برضو يبقى كل الاتجاهات شغالين فيها او الام بي اي شغال فيها. ولكن بعد تجربتين من الباسكتبول افريكان ليج او الدوري الافريقي لكره السله البال في افريقيا، بعد نسختين منه، كيف تقيم الفكره، خاصه ان النسخه الاولى منه تم يعني انشائها او تم لعبها في ظروف صعبه، وهي انتشار جائحه كورونا، فكان موضوع وتحدي صعب على البال بعد ما خدوا قرار باقامه الدوري ان يكون في جائحه زي كده. فاذا احنا عندنا نسختين، كيف تقيم أو كيف ترى تقييمك أو كيف يكون تقييمك للنسختين السابقين من دوري الأفريقي لكرة السلة؟ So we are very encouraged نحن
تم يعني ردود الافعال التي حصلنا عليها شجعتنا الى الغايه، ردود افعال من اللاعبين، من الشركاء، من الجمهور، من كل الشركاء الذين شاركونا في هذه الانشطه، لان كنا نعلم اننا بحاجه لتوفير منصة للمواهب الإفريقية. ونحن لدينا طموح كبير أين نريد أن نصل بهذه البطولة، ونحن نعلم أن لدينا الكثير التي يجب أن نفعله، ونحن طموحون وننظر إلى المستقبل، ولدينا الكثير من الأسباب التي نريد أن نصل بها إلى مستويات أعلى، وأن نضع كرة السلة على رأس قائمة جماهير الرياضة بشكل عام خارج نطاق الـ NBA أيضا. ونحن كما تعلم عملنا في 2021 ربما في فقاعة كبيرة، ولكن كنا محظوظين للغاية أننا استطعنا أن ننجح في أن نقيم هذا الموسم في ظل الجائحة، ولم يكن لدينا أي لاعبين مصابين كورونا، وكنا واستطعنا أن نقيم مباريات كاملة وهائلة ومثيرة. وفي الموسم الثاني كنا أقرب إلى خطتنا الرئيسية، وقد لعب في 7 دول مختلفة، والعام الماضي في الموسم الثاني استطعنا أن نلعب في 3 دول إفريقية: داكار والقاهرة وإنكيغالي. وهذا كان حدث هام جدا، وكان هناك الكثير من التفاعل، ولاحظنا الكثير من التطور. نحن طموحون للغاية، نحن لسنا راضين بشكل كامل، ولكن ونحن نأمل أن هذه البطولة ستتقدم. طبعا يعني جيد جدا ان طبعا يكون في هذا الحماس اللي انا شايفه من حضرتك، ومن طريقه يعني التحدث عن الباسكتبول افريكان ليج، وكمان انه يكون انت راضي عن هذه التجربه، لان مهم جدا زي ما حضرتك عارف طبعا ان كل شيء في بدايته بيكون صعب. ودوري كره السله في بدايته كان اكيد في بعض المشاكل، ولكن تخططوها، ودلوقتي احنا رايحين على النسخه الثالثه بمشاركه النادي الاهلي. وطبعا احب اتحدث عن زيارتك امس للنادي الاهلي ومقابلتك طبعا لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. يعني شايف ازاي الزياره؟ يعني كلمنا عن اجواء الزياره ودار الحديث ايه كان بينك وبين الكابتن محمود الخطيب. أريد أن أقول أن كان لي شرف عظيم أن أقابل الكابتن الخطيب، وهو أسطورة ونحن فخورون به، فهو فخر القارة الإفريقية، وهو من الشخصيات التي نريد أن تكون الأجيال الصغيرة على علم بها وأن تنظر إليها في مسيرتها الرياضية مثل كابتن الخطيب. كان شخص كريم للغاية، ونحن نشكر الضيافة، حظينا بضيافة كبيرة، وكانت فرصة كبيرة لدينا أن نعبر له عن سعادتنا بهذه المقابلة واشتراكه في أسرة كرة السلة. ونادي الأهلي نادي عريق وتاريخي، واستطعنا أن نرى كل التسهيلات المتاحة، وهو بالتأكيد نادي كبير لديه مسيرات هائلة في جميع الرياضات. ربما يعني اكيد حضرتك يعني زرت القاهره مرات كثيره، يعني بحكم ان كنت حضرتك لاعب بمنتخب السنغال ولاعب سابق في الام بي اي، من احد ابرز اللاعبين الافارقه اللي لعبوا في الام بي اي. ولكن يعني من وقت للتاني في زيارتك في القاهره، هل ترى يعني ان مصر عندها دلوقتي البنيه التحتيه الرياضيه اللي تستطيع يعني تستضيف كبرى الاحداث الرياضيه، في سواء التنظيم، المنشات، الكوادر البشريه، المواهب؟ هل شايف في تقدم في هذا الاتجاه يؤهل مصر ان هي تستضيف المزيد من البطولات الدوليه العالميه؟
Absolutely. And بالتأكيد. وأعتقد أن هذا ما لاحظناه، لهذا استضفنا مجموعة النيل هنا في القاهرة العام الماضي بعد مناقشات مع وزير الشباب والرياضة. ولدينا الطموح، ورصدنا أيضا طموح في مصر أنهم يريدون أن يبنوا بنية تحتية من المستوى الأول، ولن يتوقفوا حتى تستطيع مصر أن تستضيف الكثير من المنافسات العالمية. فالعام الماضي رأينا كأس فيبا عبر العبر للقارات، وحسن مصطفى في قاعة حسن مصطفى، وهناك أيضا استاد القاهرة، وأعرف أن هناك الكثير من الصالات المغطاة، ومدينة رياضية سيتم الانتهاء منها قريبا. فمصر بالتأكيد دولة على المستوى الرياضي، هي دولة متقدمة جدا ولديها مؤهلات كبيرة جدا. لديكم أندية كبيرة، لديكم تقاليد عظيمة، لديكم لاعبين كبار في كرة السلة، نعرف الكثير من هذه ونعرف تاريخ الفريق المحلي. وأيضا قابلت اللاعبين وقابلت مدرب فريق كرة السلة. فمصر لديها موقع هام جدا في القارة الأفريقية فيما يتعلق بكرة السلة، وإقامة المباريات، وكان لدينا أيضا لقاءات مع الكثير من المدربين وأيضا مع النادي الأهلي. كما قلنا، الموسم مواسم كرة السلة هنا وأنشطة كرة السلة ووجود مصر فيما يتعلق بأيضا المواهب أمر هام للغاية، وأيضا البنية التحتية، وأيضا الرغبة السياسية لبناء وتنمية وأيضا للاستثمار في هذه الساحة الهامة جدا، ربما يشجعنا في التعاون. طب مستر أمدو، يعني من وجهة نظر حضرتك، وأنت يعني رجل لست غريب عن مصر، يعني عارف يعني الرياضة المصرية جيدا، هل يعني ترى مشاركة النادي الأهلي في النسخة الثالثة من دوري كرة السلة الأفريقي بعد نسختين، شايف ده يعني ممكن يضيف أو سيضيف يعني قيمة للدوري، خاصة أن جماهير النادي الأهلي العريضة في كل مكان داخل وخارج أفريقيا؟ هل شايف مشاركة النادي الأهلي المرة دي أو السنة دي يعني كبطل أو كممثل عن مصر كبطلها في الدوري المصري، شايف ده يعني هيضيف للبال من ناحية الجماهيرية؟ نحن سعداء للغاية أن نرحب بالأهلي في النسخة الثالثة. كما قلت من قبل، نحن نعلم تاريخ النادي، نعلم تقاليد النادي، ونعرف أيضا حجم قاعدة الجماهير للنادي الأهلي. لديكم ملايين من الجماهير، تعرفون كل الأرقام، والأهم من ذلك ربما هناك الثقافة، ثقافة الفوز، مناخ الفوز. هذه المعايير هي التي نريدها في كرة السلة، لهذا هو قيمة مضافة كبيرة. خليني أتحدث مع حضرتك مستر أمدو عن الحدث الكبير اللي استضافته مصر، والنهاردة كان ختامه، وهو كرة السلة بلا حدود في أفريقيا، واللي كان طبعا لأول مرة بينظم على الأراضي المصرية. وهذا الحدث الحقيقة نظم بشكل رائع، يعني أنا كان لي الشرف أن أنا حضرت أول يوم ورأيت بنفسي حجم النجوم الكبار من الـ NBA اللي كانوا موجودين، وحجم النجوم الكبار من القارة الأفريقية جميعا كانوا موجودين على أرض مصر، حجم المواهب الشابة الناشئة اللي كانت في أرض الملعب، وبيتم توفير ليها مناخ جيد للإبداع والتألق. يعني الحدث ده يعني أنا بعتبر أنه من أكبر الأحداث الرياضية لكرة السلة في العالم، لأنه هنا أفريقيا كانت محرومة لسنوات كبيرة من هذه الأحداث اللي بيقدر بيها المواهب تعبر عن نفسها. كلمنا عن هذا الحدث، وكلمنا عن استضافة مصر للنسخة الحالية ليها، وهل أنت راضي عن النسخة الحالية بعد استضافة مصر ليها؟
كان حدث كبير. هذا ربما الحدث الثامن عشر عقب عامين من التوقف، فآخر حدث كان في 2020 في السنغال، ومررنا بعد ذلك بتوقف الكثير من الأنشطة الرياضية. بالتأكيد اللاعبين الشباب من كافة الدول في القارة السمراء، من عائلة NBA، من الشركاء في الفيبا، فنحن كنا متحمسون للغاية أن نستعيد هذا النشاط مرة أخرى هنا في مصر، والعمل مع المسؤولين والاتحاد كرة السلة المصري، وأيضا صديقنا عبد المطلب طلبة الذي كان موجود في كل مرحلة ويساعد في إقامة الحدث، ولهذا نحن استطعنا ونجحنا في إقامة هذا الحدث الكبير، لأننا كان لدينا أو كان معنا اتحاد متعاون للغاية يعمل معنا ويسهل لنا كل الأمور. ولكن عندما قررنا في البداية أن نطلق هذه المبادرة كان في 2003، وكان هذا حلم لتطوير كرة السلة وبرنامج طموح متعلق بمبادرة مع الـ NBA، ومنذ إطلاق هذا المعسكر في 2003 كانت أخرجنا الكثير من المواهب الشابة من القارة، وهذا العام كان لدينا 64 لاعب من 23 دولة، وكانت هناك أساطير ونجوم كبار من الـ NBA حضروا، وكانت لديهم فرص لرصد المواهب ومتابعة المباريات. كما ذكرت كان هناك الكثير من النجوم كانوا حاضرين هنا يراقبون ويدربون ويعطونهم كل ما لديهم من الخبرة، وربما يكونوا بمثابة المثل والملهم لهم خلال هذا المعسكر، معسكر كرة السلة. البنية التحتية مع الفيبا، لدينا ممثلين من جنيفا، من مقر الفيبا أفريقا، فعلى مدار الأيام الماضية القاهرة ومصر كانت على في قلب المشهد، مشهد كرة السلة العالمية، وهذا الحدث كان عظيم للغاية، وكل الأمور صارت على ما يرام، ونحن كنا سعداء للغاية أن نقيم هذا الحدث هنا. يمكن أعود تاني للحدث يعني اللي يهم جماهير النادي الأهلي، وهو مشاركة النادي الأهلي في الدوري الأفريقي لكرة السلة. فالجماهير بتسأل أو المتابعين لكرة السلة المصرية والأفريقية بيسألوا، هل نظام الدوري الأفريقي لكرة السلة هذا الموسم البال هيكون نفس النظام السنة اللي فاتت، وهل سيشهد تغيير مثلا في المجموعات المشاركة في عدد الفرق؟ يعني أحب أعرف تفاصيل نظام البطولة من حضرتك. نحن ما زلنا نعمل في الموسم الثالث ب 12 فريق من 12 دولة، نعرف بعض الدول مثل الأهلي على سبيل المثال، المغرب أيضا، وبعض الدول مثل المغرب التي ستشارك مرة أخرى، من الذين شاركوا من قبل، وتونس أيضا، رواندا أيضا والتي فازت في أنغولا، ولكن نحن ننتظر من شركائنا في الفيبا، وسيكون الأمر مثير ربما للغاية، لأن هناك الكثير من الدول التي سجلت لدينا، والنهائيات ستبدأ من السادس من سبتمبر حتى أكتوبر حتى نستطيع أن نحدد الفرق التي ستشارك في النهائيات أو في التصفيات. لدينا بعض الإعلانات التي سنعلن عنها وبعض الأنباء التي سنعلن عنها، ولكن في الغالب سيكون مثل نفس النظام، مجموعتين، سنكون لدينا مجموعتين وسيلعبون في النهائيات وسنلعب في كيغالي، ولكن في الموسم العادي سيكون هناك التقييمات، بالتأكيد كان هذا مكان عظيم لأن نقيم بعض المباريات، وبالتأكيد سنأتي مرة أخرى.
يعني اكيد نظام يعني جيد وافرز عن يعني منافسات جيده تابعها العالم كله. وكنت عايز اعرف من حضرتك يعني اين ستقام مباريات مجموعه النيل، بس اسمع الرد من حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع مستر امادو، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنكمل حوارنا مع مستر امادو رئيس الدوري الافريقي لكره السله البال. والحقيقه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في نسختين سابقتين، والنادي الاهلي سيشارك في النسخه الثالثه. هذا الدوري الاعظم لكره السله في القاره الافريقيه، واللي بيتابعه كل المتابعين على مستوى العالم. كنت بسالك مستر امادو قبل الفاصل عن مجموعه النيل، هل ستقام مبارياتها في القاهره زي العام الماضي، ولا هناك يعني اتجاه لتغيير البلد المستضيفه؟ نحن سعداء للغاية باستضافة مجموعة النيل هنا مثل العام الماضي، وبالتأكيد كانت في منتصف رمضان، وكانت هناك ربما قمنا باللعب في قاعة حسن مصطفى، وكان مكان رائع، وكانت هناك منافسات هائلة، وكل الفرق التي حضرت وأيضا الاستضافة في الفنادق. نحن كنا سعداء للغاية، ولكن نحن نقيم بشكل عام التجربة، ونحن نتطلع ربما إلى المجيء مرة أخرى، ولكن هناك علينا أن ننتظر قليلا ربما قبل أن نعلن الإعلان الرسمي والدولة الرسمية التي ستستضيف، لأن هناك الكثير من المعايير التي يجب أن نضعها في الاعتبار، لأننا نريد أن نقيم حدث على مستوى العالم في مكان يمكن أن يحضره الجمهور، وأيضا أن يكون هناك بيئة آمنة. بالتأكيد نادي الأهلي مكان رائع، وبالتأكيد سيضيف الكثير من القيمة لهذا الحدث، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة. ولكن في النهاية نحن نريد أن نبني نجاح على المدى البعيد، وسيكون شيء عظيم أن نأتي مرة أخرى، وبالتأكيد سيكون لدينا الكثير من الشركاء لدعم هذا الرأي. طب هل يعني حضرتك قمت بجولة ميدانية يعني على سبيل المثال بمثلا صالة النادي الأهلي؟ طبعا صالة الدكتور حسن مصطفى أكيد حضرتك والبال تعلموها جيدا، لأن أكثر من حدث لعبت يعني تم استضافته هناك. وهناك هل يعني زرتوا مزيد من الصالات المغطاة عشان تقيموا الوضع جيدا؟ يمكن محتاجين زي الصالة رقم واحد باستاد القاهرة التي تسع ل 25,000 متفرج تقريبا. يعني هل قمتم بهذه الجولات الميدانيه يعني وتعلمون على ارض الواقع، وهل تعلمون على ارض الواقع فعلا الوضع لكل صاله ممكن تستضيف هذا الحدث ولا لا؟ نحن نعرف جيدا قاعة مجمع صلاة حسن مصطفى بالتأكيد، وقمنا بمباريات مرتين لمجموعة النيل، وأيضا بالأمس قمنا بزيارة النادي الأهلي، وكان لدينا فرصة لنزور الصالة المغطاة. وهذا الصباح فريقنا قام ايضا بجوله للمرافق الاخرى ربما، ومن بينهم صالات استاد القاهره. نحن نقوم بواجبنا، ونعلم ان البنيه التحتيه موجوده، ونحن قمنا بذلك من قبل، ونعلم ان البنيه التحتيه جيده، ولكن علينا ان نختار افضل مكان، والذي يمكن ان يتيح لنا قاعده جماهيريه كبيره يمكن ان تحضر وتعطي لنا كافه التسهيلات. لدينا معايير ربما مرتفعه للغايه، ونريد هذه ان تلقى هذه المرافق هذه المعايير. يعني اكيد القرار يعني بيتاخذ من جانب سيادتكم بعد تقييم جيد كما حضرتك قلت لكل النقاط، بحيث ان يكون الافضل وتحصل على الافضل للبطوله. وخليني ارجع لبعض او نشاط مهم للام بي افريكا، وهو ام بي اكاديمي او اكاديميه الام بي اي. يمكن محتاجين ان احنا نلقي الضوء عليها اكتر، لانه هذه الاكاديميه بتقوم بدور كبير ان هي بتعد مجموعه صفوه الصفوه من اللاعبين والمواهب الافريقيه، بتعدهم بشكل كبير للالتحاق بالان سي دبل اي او دوري الجامعات الامريكي، ومن خلاله تقدر
اللي هذه اللعيبه تاخد فرصه انها تتشاف او الناس تشوفها او الوكلاء يقدروا يشوفوهم ينضموا للان بي اي. يمكن احنا جينا لم نكن سعداء ان احنا ما كانش عندنا هذه الفرصه او هذه التجربه ان احنا بيها نعرف نفسنا للدوري الامريكي ان بي اي، ولكن محتاجين نعرف من حضرتك اكتر عن اكاديميه الان بي اي واهدافها، وهل انت راضي عن تحقيق الاهداف حتى الان؟ اذا اكاديميه الان بي اي تم اطلاقها في 2016-2017 وكانت لتوفير الفرصة للأجيال الشابة في القارة الأفريقية لتنمية مهاراتهم في السوق بالصورة الصحيحة ويتم وضعهم على الطريق الصحيح. هذه الأجيال الجديدة من الشباب والشابات الذين يذهبون المدرسة ويتم تعليمهم، يتم أيضا توفير لهم التدريب، تدريب كرة السلة على مستوى عالي ورفيع. لدينا العديد من المواهب الشابة عبر القارة الأفريقية حصلوا على منح في الولايات المتحدة، ولكن الأهم منذ العام الماضي مع إطلاق الأكاديمية كان لدينا هذا البرنامج التصاعدي ربما إذا صح التعبير، والذي يتم تحديد المواهب وأن نقوم بتعيين المواهب في نطاقها الصحيح. وكان لدينا مهاب يسار من مصر، وكان الأول في سن 18 عاما كان من أفضل اللاعبين في البطولة، وكانت هذه فرصة جيدة ربما لإعطاء هؤلاء اللاعبين الشباب فرصة أخرى لتنمية مهاراتهم، نقوم بتحديدهم من دول مختلفة ويتم إلحاقهم بالأكاديمية في السنغال، ولكن يسافرون أيضا في جميع أنحاء العالم ليشاركوا في بطولات وفقا لأعمارهم وفئاتهم العمرية، ونعطي لهم الفرصة للمنافسة في البطولات الكبيرة في القارة الإفريقية، وأن يظهروا مواهبهم وأن يكون لديهم فرصة ربما للعب في الـ NBA في المستقبل، ولكن سيحصلون على الدرجة، سيحصلون على المهارة، يلعبون في فرقهم المحلية، ولكن هي وسيلة لبناء مستقبل لكرة السلة على رأس الهرم. ولكن هناك أيضا ربما برامج مثل كرة السلة بلا حدود سيتم أيضا دعمها، وهذه فرصة للمواهب الشابة كما قلت لإظهار مواهبهم، لأن يتم تدريبهم ورعايتهم بالصورة الصحيحة في تحت رعاية الـ NBA وفيبا. ومن هذه المعسكرات يتم تحديد المواهب الشابة وسيتم منحهم الفرص والمنح في الأكاديمية، وأيضا الأحسن منهم ربما الأفضل سيكون لديهم فرصة للانضمام للـ NBA، حتى إذا لم يحظوا بهذه الفرصة سيكون لهم الفرصة لأن يلعبوا على المستوى الاحترافي. إذا ما قلنا ربما في غضون 3 سنوات منذ إنشاء الأكاديمية نحن سعداء للغاية بالتطور الذي وصلنا إليه والاهتمام الذي حظيت به الأكاديمية في هذه الفرصة، فرصة كبيرة لهذه المواهب. يمكن أن لهذا فهو البداية، هنا يلعبون هنا في أفريقيا يتم تحديدهم، وفي النهاية بالتأكيد يمكن أن يصلوا إلى الـ NBA. ولكن أهم نقطة هنا هي الأندية في الدول المختلفة، يجب أن تشارك في هذه العملية، لازم أن يتم خلق المناخ الاحترافي لهؤلاء المواهب، لأن في هذه المرحلة لن يكون هناك مشكلة لدى اللاعبين في تحديد مستقبلهم بعد ذلك. وهذا ما الذي نراه في الاتحاد الأفريقي وما نراه في 250
50 دولة حول العالم نريد أن نتأكد من أن الاتحادات في كل الدول في كينيا في السنغال في مصر ستنمو هي الأخرى أداء هناك قاعدة من الجماهير وأن هناك الكثير من المسؤولين وأن يكون هناك اهتمام بهذه اللعبة. طيب يعني الجيد ان احنا نشوف هذا الفكر يعني منذ قدوم الام بي اي في القاره الافريقيه وبدا يفكر بهذا الفكر وان هو يعني ينشر الباسكتبول بهذا الشكل ويدي فرصه للعيبه الشباب ان هم يعبروا عن مهاراتهم وامكانياتهم الفنيه. هنا برضو اروح لسؤال مهم او يمكن رؤيه مهمه، هل يتم التنسيق يعني زي ما في ام بي اي افريقيا اكيد في ام بي اي في القارات الاخرى، وده امر جيد ان الام بي اي ما لا ينتظر ان اللاعب يجي له هو اللي بيروح للاعبين في كل اماكنهم، هل في تنسيق ما بين الام بي اي الفروع المختلفه في القارات المختلفه ولا لا يتم التنسيق والتنسيق بيكون مباشره مع الام بي اي بامريكا؟ We have نحن لدينا ام بي اي افريقيا وقمنا المكتب في 2010 في جنوب افريقيا وقمت بترك منصبي السابق لأنضم إلى الدوري لأن رأينا أن هناك فرصة كبيرة لأن ننمي ونكبر من الرياضة، لهذا تم إطلاق وفتح المكتب في 2010 لأنه جزء من ربما حلم الـ NBA للتوسع و NBA أفريقيا واحد من هذه الأزرع في التوسع وهو NBA أفريقيا ملتزم بأفريقيا بالقارة وباللعبة في القارة وهناك عدد متزايد من اللاعبين كما ذكرت هناك 10 لاعبين تم اختيارهم من برنامج كرة سلة بلا حدود وهناك أيضا أسماء كبيرة كما تعلم في الكثير من الفرق مثل السنغال ولهذا فتواجد NBA في أفريقيا ينمو بصورة جيدة وصورة قوية وهذا يعني أن اهتمام NBA بأفريقيا تزايد وينمو بصورة ملحوظة NBA أفريقيا الذي كان متواجد على مدار 10 سنوات ينمو بصورة مزدهرة وهذه أول مرة ربما المرة الأولى التي NBA تطلق برنامج هام جدا خارج حدود الولايات المتحدة وهذا يعني أن الاهتمام اهتمام NBA بأفريقيا هو اهتمام صادق وكان متواجد على مدار سنوات طويلة على مدار التاريخ وعلى مدار شخصيات كبيرة للغاية في NBA كان لديها اهتمام كبير بالقارة الأفريقية يمكن أن أمضي ساعات في أن أرصد كم الاهتمام وأيضا اللاعبين الكبار الذين اهتموا بأفريقيا في الـ NBA هناك أيضا الأشخاص الذين يعملون في المكاتب ماسايوجي والذي فاز ببطولة الـ NBA وأيضا الكثير من اللاعبين سيرجيو باكا وأوجي ألينوفي باسكال شاكا هذا مجرد رصد وهذا التواجد سيظل خاصة مع إطلاق برامج كرة سلة بلا حدود وأيضا الأكاديمية وأيضا دوري أبطال إفريقيا وهذه البطولة التي تعمل أو يتم إقامتها من خلال الـ NBA والفيبا إذا الالتزام موجود ونحن الآن نريد أن نشجع الاتحادات المحلية لأن تستمر في العمل معنا أن تدرب المدربين والحكام أيضا وأن تعمل في نفس إطار الجهود التي نبذلها حتى يتم إقامة نظام شامل نريد أن نبني صناعة كبيرة هنا في القارة مع الاتحاد الأفريقي وأن طبعا يعني أنتهز الفرصة نحن نحيي اللعيبة الأفارقة
اللي شاركوا في الام بي اي ونجحوا نجاح كبير، ولولا نجاحهم ده ما كانش العالم كله هيعرف ان في افريقيا مواهب. ويمكن حضرتك واحد من هؤلاء اللاعبين اللي ادوا اداء جيد في الام بي اي، ويعني دي فرصه ان احنا نحييهم لان هم عانوا الكثير في البدايه حتى ينجحوا ويقدروا يقولوا ان في افريقيا في مواهب كثيره. ويمكن بسبب مجهودهم وسبب تالقهم في الام بي اي كان ده البدايه الحقيقيه لان العالم كله يبتدي ينظر لافريقيا ان هي مصنع للمواهب. بس خليني اروح لحلم يمكن الكثير يحلم به، وهو انه يشوف افريقيا تستضيف بعض المباريات للام بي اي. يعني يمكن كنا بنشوف بعض الدول الاوروبيه بتستضيف يمكن بعض المباريات ممكن تكون وديه في البدايه او وممكن تكون رسميه. هل في يوم من الايام ممكن نشوف انه فرق من الام بي اي زي سان انطونيو سبيرز او فريق جولدن ستيت ووريرز ليكرز، يعني ما حدش يعرف، يعني هل ممكن في يوم من الايام نرى هذه الفرق الكبيره بتيجي افريقيا؟ بس خلينا استاذن حضرتك ونسمع اجابه حضرتك ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حوارنا الشيق مع مستر امادو رئيس الدوري الافريقي لكره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مستر امادو رئيس البال الافريقي او رئيس الدوري كره السله الافريقي، واللي هيشهد في هذه النسخه مشاركه النادي الاهلي كبطل مصر في النسخه الثالثه. يمكن مستر امادو كنت بسالك قبل الفاصل عن حلم افريقيا انها ترى فرق الام بي اي بتلعب مباريات رسميه او وديه داخل القاره الافريقيه، شايف ده حلم ممكن نشوفه على ارض الواقع ولا لا؟ هذا الحلم ربما قرب من التحقيق. كانت هناك بعض الخطوات التي تم تنفيذها ربما لربما تواجد الام بي اي والمباريات في القارة عبر المباريات التي تقيمها ربما في جوهانسبرغ. كانت هناك مباريات والتي حظيت بقاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن هناك كان كريس بول الكثير من اللاعبين الذي حضروا في النسخة الأولى. كانت مشاركة كثير من اللاعبين كما ذكرت في تيم أفريكا، لودانغ أيضا في تيم أفريكا، لماهيما والكثير من اللاعبين الذين فازوا في الكثير من البطولات، بارلي بيل وغاسوبرا وأيضا في النسخة الثانية لوفسكي وجوال إمبيل. إذن لدينا كانت هناك مباريات، والخطوة القادمة ربما أن يكون لدينا مباريات أخرى كما التي نتابعها في أنحاء العالم. سيكون هناك مباريات في أبو ظبي، وأيضا أفريقيا ستكون ربما في المرحلة القادمة عن قريب. نحن نريد أن كنا نريد أن نقيم مباريات ولكن جاءت الجائحة، ولكن هناك الاهتمام بالقارة، الاهتمام بالأندية المحلية، ولكن بالتأكيد سنعرض في القارة أفضل ما يمكن أن تقدمه الام بي اي، لأن كما قلت نحن نرى فرص كبيرة جدا هنا في القارة الأفريقية. اللاعبين الذين يأتون هنا سعداء للغاية. رأينا هنا لاعبين وأساطير، مستر ستيف كيرن، ليس فقط مارس بوتام، الكثير من الأبطال، لا ننسى لاعب شيكاغو بولز مايكل جوردن، وأيضا لاعبين آخرين، مالكو برادن والذي انضم إلى بوسطن سيلتكس، وهناك الكثير من اللاعبين الكبار والمدربين الكبار الذين يريدون أن يأتوا هنا، وبالتأكيد هذه المباريات ستحدث في يوم ما. طيب احنا يعني هناك الدول الأفريقية، يمكن الكثير من الدول الأفريقية أو البعض من أشقائنا في الدول الأفريقية لا يمتلك الإمكانيات أنه يقدر يظهر مواهبه، ولنا في جنوب السودان يعني مثال كبير. جنوب السودان عندما أتيحت لها الفرصة
كبلد صغير لسه يعني الامكانيات الكثيره، ليس لا يمتلك من الامكانيات الكثير، ولكن عندما اتيحت له الفرصه وجدنا فريق قوي جدا. منتخب جنوب السودان الان بيتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم، وهناك المزيد والمزيد من الدول الافريقيه واشقائنا واخواتنا في افريقيا لا يمتلكون الامكانيات. كيف يمكن للام بي اي والبال مساعده هذه الدول؟ لان احنا لو شفنا مساعده لهذه الدول قد نرى مواهب جديده، وزي ما قلت لحضرتك جنوب السودان اكبر دليل على ذلك. اعتقد ان المثال الذي قلت عنه وهو جنوب السودان مثال هام جدا، يمكن ان نؤكد عليه لان نظهر انه بالتاكيد هناك الكثير من المواهب في افريقيا مهما كانت كبيره او صغيره. اشعر ان هناك الكثير من المواهب الصادقه بالنسبه لكره السله في القاره الافريقيه. جنوب السودان وما استطاع أن يحرزوه في مدة قصيرة للغاية هو تأكيد آخر أنه أين يجب أن نركز طاقتنا ومجهودنا وعملنا هو تنظيم وإدارة وكيف ترشد هذه اللعبة، لأن المواهب موجودة. بالتأكيد هذه دولة جديدة، دولة ناشئة عندما حظيوا باستقلالهم، وحتى من قبل كانت لديهم مواهب، ولكن الكل سعيد بدولة جديدة ناشئة. ويمكن ربما إذا حظيوا بالاهتمام أجو أيضا يدرب فريق جنوب السودان، فبالتأكيد هو سعيد لأن يرى بلده على خريطة كرة السلة في القارة. لم يخسروا أي لعبة سوى مؤخرا، خسروا مباراة عندما ربما عاد مرة أخرى إلى بلده بعد أن خرج من الأن بي إيه، ويحاول أن يخرج بالمواهب ويخرج بفريق قوي، وهم على مسافة قريبة جدا من التأهل. وفي كيغالي وصلوا إلى ربع النهائي. ولهذا نقول عندما يكون لديك العزيمة والنظام الموارد ربما ستحصل عليها، ولكن المهم هو التنظيم. كل المنظمات كما قلنا المشكلة في سوء التنظيم ربما. الجميع يريد أن يلعب من أجل بلده، وكل الذين يأتون من الدول المختلفة هم سعداء لأن يمثلوا دولهم، ولكن يجب أن نعمل على تأهيل المناخ المناسب ويكون مناسب للعب على مستوى احترافي. وكنت سعيد للغاية أن أرى هذا المستوى من المنافسة وكل هذه الفرق المحلية التي قررت أن تأتي بأن تلعب في الكونغو. ربما حتى إذا لم يحظوا بالنجاح وبالفوز في الملعب، ولكن كانت هذه فرصة كبيرة لهم، وهم ملتزمون لأن يلعبوا وأن يمثلوا دولهم. اللعبة ستستمر في الازدهار، ولكن النقطة في قياس هذا الازدهار هو أن نرى هذه الفرق ومنافسات الفرق المحلية كيف ستصل وكيف ستصمد في هذه المنافسات وأن تصل إلى كأس العالم ولديها فرص للفوز بالميداليات من جنوب السودان، من مصر. مصر أيضا يعني قامت بعمل جيد جدا، من السنغال أيضا كانت هناك فرص كبيرة جدا، والآن قائد ومدرب السنغال قام بعمل رائع، وأيضا الكثير من المدربين الآخرين. رأينا مدربين صغار الذين
كانوا يتابعون الام بي اي او كانوا في الام بي اي. بعض منهم ذهبوا ليدربوا فرقهم مثل ما حدث في الكاميرون. عندما نرى هؤلاء اللاعبين الذين ذهبوا وتعلموا الكثير عادوا الى دولهم واستثمروا ما تعلموا به وساعدوا دولهم. اذا المستقبل انا ارى مستقبل رائع للغايه ومنير للغايه، وهذه اللعبة ستستمر في الازدهار في أفريقيا. جيد انه السيستم او النظام المتبع دلوقتي وهو اكتساب الخبرات وترجع تنقلها لبلادك ودولك، ويمكن حضرتك قلت ان الموارد هتلاقيها يوم، ولكن هو الرغبه لازم تكون موجوده عشان تقدر تحقق نجاح. خلينا نروح لنقطه مهمه، وهو ان كره السله ليها عناصر كثيره، ليس اللاعب هو العنصر الوحيد في كره السله، يمكن المدربين، الحكام، وشفنا على هامش كرة السلة بلا حدود في أفريقيا بعض الوركشوبس أو الورش عمل للمدربين. هل الاهتمام بالمدرب والحكام أيضا أحد محاور كرة السلة في أفريقيا أو الـ NBA أفريكا وطبعا بالطبع دوري كرة السلة، ولا حضراتكم مهتمين أكتر باللاعبين؟ بدون المدربين والبنية التحتية الأساسية في القواعد لن يكون هناك لاعب يأتي من السماء ويحرز تقدم ويحرز أهداف. يجب أن يكون هناك شخص يرعاه ومن قبل أن يرصد هذه الموهبة ويتعرف هذه الموهبة، فهو من المهم للغاية أن نركز على تنمية مدربينا على مستوى عالي. هناك مبادرات لدعم المدربين، ويجب أن نكثف من هذا العمل وأن يكون هناك وصول لعدد أكبر من الشباب الذين يريدون أن ينضموا إلى المدربين. هذا عنصر هام جدا ونضعه نصب أعيننا في استراتيجيتنا لتنمية هذه اللعبة، فقد بدأنا في خلق فرص للمشاركة وأيضا تدريب المدربين. هذه هي النقطة التي نبدأ منها، حتى إن إما عن طريق كرة سلة بلا حدود أو طريق نحن ننظم ورش عمل للمدربين لتدريبهم لتعليمهم، لأننا عندما نتحدث عن صناعة كاملة ونظام كامل نريد أن نركز على كل العناصر التي ستساهم في خلق منتج هائل ومنتج كبير في الصالة يحظى بقاعدة عريضة من الجماهير واهتمام كبير. الأمر ليس متعلق فقط باللاعبين الذين يلعبون في أرض الملعب، بالتأكيد نريد أحسن نوعية من اللاعبين، ولكن لا يجب أن نضع الحصان العربة قبل الحصان. يجب أن نعمل على مراحل مختلفة ورعاية المدربين. النقطة الهامة أن هناك الكثير من الاهتمام في تنظيم ورش عمل للمدربين عندما قمنا بزيارات متعددة في القاهرة في كيغالي، قمنا بتنظيم الكثير من ورش العمل للمدربين. بالشك يعني بدون شك طبعا اكيد لن تستطيع تحقيق يعني مزيد من الانجازات ومزيد من النجاحات بدون شركاء. لابد ان يكون شركاء في القاره الافريقيه في كل مكان وفي كل دوله، لانه انتوا بتسعوا لهدف كبير وهو الاستثمار في اللاعبين والاستثمار في الشاب والشابه الافريقيه واتاحه فرص لم تكن متاحه من قبل. هل ترون ان هو او هل ترى حضرتك انه هناك استجابه من شركاء داخل افريقيا؟ هل بتجد استجابه من الكثير من الشركاء؟ هل في يعني مكسب او مكاسب لشركاء جدد بتكسبوهم في طريقكم وانتم بتحاولوا تأدوا هذا الدور الكبير؟ نحن بالتأكيد نرى اهتمام كبير ونوايا كبيرة، ولكن دعني أقول وأؤكد الأمر يبدأ بالالتزام. نحن لا ننتظر الشركاء، نحن نؤمن بالفرص في أفريقيا والإمكانيات
في أفريقيا والمواهب. لهذا نحن قررنا أن نستثمر، ولكن بالتأكيد نحن نحتاج كما قلت، نحن لا ننتظر حتى يأتي الشركاء، نحن نبدأ. ولكن بما أننا بدأنا، بالتأكيد نحن نريد الشركاء الذين يشاركون في القيم، نفس الشغف لأفريقيا، لشباب الأفريقي، لأن نرى الفرص لتنمية رياضة وبنية تحتية لرياضة هامة جدا، وقاعدة وصناعة كبيرة جدا التي تجذب الكثير من الشباب وتدعم السياحة في الدول التي نقوم فيها بإقامة المباريات. وهذا جزء هام من عملنا، نحن نقيم أين سنقيم المباريات في الموسم القادم، وهذا مرتبط بذلك، يجب أن نكون واقعيين. نحن سعداء بالتأكيد أن متحمسين لبعض الدول، ولكن الفرص يجب أن يتم تقييمها بصورة كبيرة فيما يتعلق بالعملية التنظيمية وإقامة المباريات، وأن نقيم وأن يكون لديها الفرص الأكبر في النجاح. نحن سعداء ونحن ممتنون للردود الأفعال التي حظينا بها، ولدينا الكثير من الشركاء، أكثر من 10 شركاء، ولكن ننظر إلى إضافة المزيد من الشركاء. بالتأكيد لا شك أن حتى نستمر في هذا يجب أن نحظى بشركاء من القارة ويساعدونا، ولكن أن يكون لديهم نفس الرؤية في وأن يكون هدفهم نمو أو ازدهار اللعبة وبناء البنية التحتية والصناعة بشكل عام. طيب أكيد يعني الرؤية اللي بتحظوا بيها في الام بي افريكا او الباسكتبول افريكا ليج البال رؤية جيدة جدا، والحقيقة انا مستمتع جدا بالحوار اللي حضرتك بتقوله وبالاهداف، يعني يمكن موضوع مرتب ومنظم بشكل جيد، وده بيخلينا او نطمع في مزيد من التعاون والتمدد الاكثر في قارة افريقيا، عشان يوم من الايام نرى مزيد من النجوم لاعبين ومدربين في كل حتة يعني في العالم. ولكن خليني اقول انه يعني المنتخبات على مستوى المنتخبات، يمكن الباسكتبول افريكان ليج على منتخب على مستوى الفرق الاهليه او الفرق، هل في يوم من الايام ممكن نرى تعاون بين الام بي افريكا او الباسكتبول افريكان ليج البال مع الاتحاد الافريقي فيما يخص المنتخبات، ولا ده مش في خطتكم الحاليه؟ كل شيء مرتبط ببعضه البعض. أنا أتحدث عن نظام بالكامل، نبدأ باللاعبين الصغار، أن يكون لديهم فرصة في اللعب في صالات مؤهلة. فيما يتعلق بكرة القدم، أنت تلعب في أي مكان، لهذا هي أكثر لعبة شعبية يمكن الوصول إليها، ولكن نريد أيضا أن تصل كرة السلة إلى هذا المستوى، أن يمكن اللعب في المنطقة التي يسكن فيها، في المدرسة، أن تكون هناك صالات للعب كرة السلة. وبعد هذه المرحلة أن يكون هناك شركاء وأن يكون تعاون منتظم وأن تزيد المشاركة. بعد ذلك يمكن أن يتم تنظيم كيفية استثمار هذه المواهب حتى نتأكد أن كل الفرق المحلية تدخل في إطار هذه المنافسة. وهناك أيضا كما قلت وكما ذكرت، الأكاديمية تتيح فرص كثيرة، لأن الموهبة سيتم دعم المواهب من خلال بالتأكيد الفرق المحلية والمنتخبات. نحن رأينا في مدغشقر على سبيل المثال سيف من الأهلي في الأكاديمية، وكنت أهنئه بالأمس أنه فاز للمرة الثانية، وهؤلاء الشباب استطاعوا أن تنمو بداخلهم ثقافة الفوز. هذا الشاب الصغير
فاز بالبطولة بطولة أفريقيا مع فريق صغير وسيفوز بطولة أفريقيا مع فريق الكبير. كل هذا العمل مرتبط ببعضه البعض ونأمل نأمل بالتأكيد هذا اللاعب سيلعب فيما بعد مع فرق كبيرة. نحن نقيم مسار للاعب أن ينمي من مهاراته عبر الأكاديمية والمنافسات وأن يلعبون ويمثلون دولهم. كما قلت كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض ونحن في شراكة مع الفيبا ومع الفيبا تأتي كل الاتحادات. مستر مادو الحوار معاك مر بشكل سريع ويعني احنا سعداء جدا بالإضافة والقيمة الكبيرة التي تضيفونها لكرة السلة الأفريقية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني في قناة النادي الأهلي واكيد جماهير النادي الأهلي سعيدة بظهور حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا سعيد للغاية لأن أكون هنا وأن أكون في نادي الأهلي بالأمس. أشكرك شكرا جزيلا وأنا أتطلع لأن أأتي مرة أخرى وأن نقيم مجموعة النيل هنا وشكرا مرة أخرى لاستضافتي. أهلا بحضرتك نورتنا وشرفتنا. أعزائي المشاهدين ده كان حوارنا مع مستر أمادو رئيس دوري كرة السلة الأفريقي اللي في نسخته الثالثة اللي إن شاء الله تقام تصفيات النيل في نهاية إبريل أو أول مايو وغالبا إن شاء الله من الحوار ستكون في مصر إن شاء الله. لسه ما خدوش القرار ولكن هيتم الإعلان لاحقا. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة من الأبطال. شكرا جزيلا.